السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ ورجعت لكم بفيديو جديد على قناتي المتواضعة هشام تك للتقنية والتكنولوجيا. وموضوع حلقتنا النهاردة ان انا هقدم لكم شوية معلومات، 5 أو 6 معلومات هتحميكم من الهاكر والاختراق او الهاكينج. وبعد الحلقة دي ان شاء الله هتقدر تحمي نفسك او ما تتعرضش للثغرات اللي الهاكر او الهاكينج ده بيعملها مع الضحايا بتوعه عشان يبدأ يدخل على الأجهزة بتاعتهم وياخد صلاحيات ان هو يدخل على الجاليري ويشوفوا خصوصيات بتاعتك، سواء صور سواء فيديوهات سواء تسجيلات او شات. كل الحاجات دي هعلمك ازاي تحمي نفسك من الحاجات دي ما تعرضش للاختراق او ان حد يطلع عليها غيرك، تمام؟ وهنروح دلوقتي على 5 نصايح. وقبل ما نروح على 5 نصايح هنعرض لكم شوية كومنتات جات للفيديو اللي فات، تمام؟ افضل الكومنتات اللي جات لي، ولو انت عايز اسمك يظهر الفيديو اللي جاي سيب لي كومنت حلو في التعليقات وانا هحطه في اول الفيديو اللي جاي ان شاء الله. اول نصيحه معانا، ما تبداش او ما تدخلش على اي لينك انت ما تعرفوش او لينك مجهول المصدر بالنسبه لك، لان اي لينك انت بتدخل عليه او اي حاجه ممكن تبعت لك ممكن تعرضك للهاكينج او للاختراق. لان اول حاجه انت مثلا لما بتبدا تدخل على اللينك ده وانت ما تعرفوش، مثلا بيدخل بيوديك على موقع تواصل اجتماعي سواء فيسبوك او انستجرام او تويتر، وفعلا بتلاقي ان الصفحه دي بتاعت الانستجرام او الفيسبوك، بس الصفحه دي بتبقى وهميه او مزيفه. ازاي وهميه او مزيفه؟ الهاكر او الهاكينج او الهاكرز ده بيبدا يعمل الموقع ده وبيطبقه بالفيسبوك تماما، يعني انت ما تقدرش تفرق ما بين الاثنين. بس انا اقدر افرق ما بين الاثنين، هتقول لي ازاي؟ هقول لك في عنوان يو ار ال اللي هو اللينك بتاع الموقع اللي انت دخلت عليه. في عنوان اليو ار ال بتاع الفيسبوك الاصلي بيبقى مكتوب www.facebook.com. العنوان المزيف او اللينك المزيف الضحيه او الهاكر ده بعتهولك عشان يخترقك بيبقى www.facebook، عشان انت متشكش في حاجه بيكتبوا دوت فيسبوك، بعدين بعد فيسبوك بيكتب /21 مثلا او شرطه 21 او .21.com، تمام؟ فالسلاش 21 الشرطه 21 او النقطه والرقم ديت بيبقى الموقع مزيف. بالتالي انت اول ما بتبدا تدخل يوزر نيم والباسورد سواء رقم موبايلك وكلمه السر او البريد الالكتروني وكلمه السر، هو في اللحظه دي بيبدا الداتا اللي انت دخلتها دي بتبدا تلقائي تروح مبعوثه للي عامل ايه الموقع. وبيحصل برده نفس الكلام ده في شركه الفيسبوك، بس شركه الفيسبوك عامله حمايه مستخدم ان انت البيانات بتاعتك بتبعت لها، بس هم بيحفظوها زي في مكان كده زي ارشيف، عشان انت لو كلمه السر بتاعتك مثلا نسيتها هم بتعمل استرجاع وبيرجعوا لك عن طريق بين كود بيبعتوا لك رقم موبايل. لكن الهاكر اول ما بيبعت له الداتا اول حاجه بيدخل يعملها بيدخل يغير المعلومات الاساسيه بتاعتك في الايميل. يعني ايه المعلومات الاساسيه؟ سواء انت رابط الايميل برقم موبايل او ببريد الكتروني بيبدا يغير الحاجات دي لحاجات شخصيه ليه هو يقدر يوصل لها، وبيغير كلمه السر وبيبدا يغير الصوره والاسم وكل حاجه، وبيستغل او بيعملوا الحاجات دي ليه؟ علشان الاكونتات الكبيره مثلا زي الممثلين وكده او مثلا اليوتيوبر بيبقوا عندهم فولورز كتير مثلا على اكونت الانستجرام او اكونت الفيسبوك، فهم بيبداوا يسرقوا الايميلات ويبيعوها بعد كده، تمام؟ وتاني حاجه ان انت لو دخلت على الموقع او على اللينك اللي هو بعته لك بتبدا مثلا ده نوع تاني تبدا تديله اكسس عندك على الموبايل او صلاحيات. هتقول يعني ايه اكسس او يعني ايه صلاحيات دي؟ الاكسس دي ان انت بتبدا تديله اكسس او صلاحيه على الميكروفون، على الكاميرا الاماميه والخلفيه، على الجاليري، على مدير الملفات. على الميكروفون اول ما بتديله اكسس بيقدر يسمع اي حاجه بتحصل جنب الموبايل. على الكاميرا الاماميه والخلفيه يقدر يشوف منهم اي حاجه بتحصل حوالين الموبايل من الكاميرا الاماميه والخلفيه. على الجاليري يقدر ياخد منك اي صور من غير ما انت تعرف. وده بيحصل ازاي؟ ان هو بيحط برنامج عكسي. يعني ايه برنامج عكسي؟ البرنامج ده هو بينزله عندك في الموبايل
او بيرمي باتش او فيروس عندك في الموبايل في الملفات وانت مبتبقاش واخد بالك، لان هو بيبقى ذكي مثلا او ناصح شويه، ان هو اساسا بيعمل لك بلوك. البرنامج العكس ده بيعمل ايه؟ ان انت تشوف هو بيعمل ايه على موبايله وهو يشوف انت بتعمل ايه على موبايلك، بس هو بيعمل لك بلوك بحيث ان انت ما تشوفش هو مين او تعرف هو بيعمل ايه على الموبايل بتاعه. لكن هو بيقدر يشوف انت بتعمل كل حاجه انت بتعملها على الموبايل بتاعك، هو بيقدر يشوفها، وساعات بيصورها سكرين فيديو وانت بتبقاش عارف او ومدرك ان في حد مخترق جهازك. لو انت عايز تعرف ازاي ان او تتاكد ان الموبايل بتاعك مخترق وازاي تحمي نفسك وتمسح الفيروسات اللي هو حاطها عندك او البرامج دي، استنوا الحلقه اللي جايه وانا ان شاء الله هقدم لكم حاجات هتفيدكم الفتره اللي جايه دي. وما تنسوش لو انتوا اول مره تشوفونا على اليوتيوب تكونوا اشتركتوا في القناه وفعلتوا زرار الجرس وتدعموني بكومنتات حلوه وهحطها لكم في اول الفيديو اللي جاي. نرجع لموضوعنا بقى، ان لما انت بتديله اكسس مثلا اديته اكسس على الجاليري او الاستوديو بيبدا ياخد صور ليك خصوصياتك صور لاهلك ويبدا مثلا يحطها على مناظر خارجه او فيديو او صور خارجه وبيبدا يبتزك، مثلا حول لي فلوس عشان امسح الصور دي، حول لي معرفش ايه او اعمل لي ايه عشان امسح الصور دي، بيبدا يبتزك. فانت ليه ما تريحش دماغك وتبعد عن اللينكات اللي انت ما تعرفهاش بدل ما تعرض نفسك للابتزاز او للهاكر دول. وتاني نصيحة معانا انك ما تحملش برامج مجهولة المصدر. هتقول لي يعني ايه مجهولة المصدر؟ هقول لك يعني برامج من بره الاب ستور او بلاي ستور، سواء موبايلك لو اندرويد من بره بلاي ستور ما تحملش اي برامج، لو ايفون او اي او اس ما تحملش برامج من بره الاب ستور. هتقول لي ليه؟ هقول لك لان البرامج دي في منها او بعضها بيبدا مثلا بيبقى عايز يحصل على صلاحيات عندك في موبايل زي الكاميرا والميكروفون والجاليري. فانت كل طيبه بتدوس الاو او سماح او قبول، فانت اول ما بتدوس قبول حتى انت بتلاحظ لو انت قافل الانترنت او الداتا او الواي فاي عن الجهاز تبدا تلاقي البرنامج ده قاعد يعرض اعلانات كتير على الموبايل حتى لو النت مقفول، او اعلانات في القائمه المنسدله بتاعت الاشعارات في الموبايل. فده بيبقى مثلا حد دخل على الجهاز بتاعك وبيبدا يعمل كونكت عليك اول ما بتتصل بالانترنت، والاعلانات دي بتبقى في جزء منها بيبقى فيروسات هو بيحطها عندك في الجهاز علشان يبدا يدخل عندك في اي وقت. فياريت تبعدوا عن اي برامج مش معروفه وما تحملوش اي برامج انتوا ما تعرفوهاش. ومعانا ثالث نصيحه في الفيديو، اعمل ابديت لموبايلك اول باول، يعني اول ما الشركه بتاعه الموبايل بتاعك تنزل ابديت تروح تثبته على طول، لان الشركات دي ما بتعملش الابديت من فراغ، هي بتبقى عاملاه وفي الاغلب بيكون سوفت وير سكيورتي ابديت. السكيورتي ابديت ده تحديث للامان، وبيكون عشان هم اكتشفوا في النظام بتاع الاندرويد او الموبايل بتاعهم ان في ثغره ممكن تخلي اي هاكر يدخل منها، فهم بينزلوا لك سوفت وير ابديت اول ما انت بتبدا تحمله بيحميك ضد الهاكر. ورابع نصيحه معانا، ما تعملش الباسوردات بتاعتك واضحه وصريحه، يعني عشان ممكن اي حد لو خمن الباسوردات دي يبدا يعمل عليك هيك، يعني زي نوعية الباسوردات اللي احنا بنشوفها كتير زي 4 أصفار او 5 أصفار او من 1 2 3 4 5 6 او 1 2 3 4 5 6 7 8. كل الباسوردات دي لو حد خمنها وبدأ يدخل على الايميل بتاعك هو كده عمل لك هاكينج ويقدر يسيطر على الايميل بتاعك ويغير الباسورد ويغير فيه حاجات كتيرة وممكن يطردك انت بره الايميل بتاعك. وخامس نصيحة معانا، ما تستخدمش اي شبكة واي فاي مفتوحة قدامك، لان من السهل لو الهاكر ده متصل معاك على شبكة الواي فاي يقدر يخترق الموبايل بتاعك بسهولة جدا. او لو لقيت مثلا في الشارع شبكة واي فاي مفتوحة ما تبدأش تكونكت عليها، ليه؟ لان مثلا الهاكر ده بيبقى عاملها اول ما انت بتدخل عليها بيبقى هو عاملها زي سيرفر، انت اول ما بتدخل عليه هو بيبدأ يدخل عليه على الجهاز بتاعك ويبدأ يرمي لك زي فيروسات او يحط لك ثغرات في الموبايل بتاعك. واول ما بتروح حتى انت لو لاحظت لو انت لقيت اي شبكة مفتوحة وبدأت تعمل كونكت عليها اول ما بتعمل كونكت عليها ما بتفتحش معاك او بتفتح بس يقولك لقيت اوفر انترنت او متصل ولا يوجد انترنت. فهو كده مثلا بتبقى ساعات الشبكات دي الهاكر هم اللي عاملينها عشان يبدأوا يعملوا كونكت على الموبايل بتاعك في اي وقت بعد كده عن طريق ثغرة او فيروس بيرموه عندك في الملفات، وانت اول ما بتروح البيت او تتصل بانترنت حقيقي بقى في اي وقت هو بيبدا يعمل كونكت عليك ويتحكم في الجهاز بتاعك بالكامل. بس كده، وهو ده كان موضوع حلقتنا وشرحنا النهارده. وما تنسوش
تكونوا اشتركتوا في القناة وتحطوا اللايك بتاعكم الجميل وتشغلوا زرار الجرس عشان يوصلكم اشعار بالفيديو اللي جاي اللي هو ازاي تحمي نفسك من الهاكر، وازاي لو الهاكر ده حاطط عندك فيروسات في الموبايل تقدر تمسحها بكل سهولة. وكان معاكم هشام للتقنية من قناتكم هشام تك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.